الحلقة الثانية من مباراة النادي الأهلي واتحاد المنستير التونسي، المباراة الأهم في دور الـ 32 في دوري أبطال أفريقيا. عملنا الحلقة الأولى وفصصنا فيها اتحاد المنستيري واتكلمنا فيها عن كل تفاصيلهم. حلقة النهاردة هتبقى خاصة بالنادي الأهلي، هنتكلم عن تفاصيل كتير قوي، عن قائمة النادي الأهلي للمباراة، مين اللعيبة اللي سافرت ومين اللعيبة اللي خرجت بره القائمة وخرجت ليه بره القائمة، مين مصاب ومين كولر مش عايزه في الماتش ده كده. هنتكلم عن تفاصيل كتير قوي. قبل اي حاجة انزل دلوقتي في الكومنتات على طول اكتب لي توقعاتك لنتيجة المباراة بين النادي الاهلي واتحاد المنستيري، مباراة صعبة جدا في التوقع كده، لكن ملوك التوقعات الجامدين قوي هيقولوا لنا المباراة هتخلص كام كام، وكمان مين اللي هيسجلوا الاهداف. وكالعادة كل التوقعات الصحيحة هتكون موجودة معانا في تحليل ما بعد المباراة، وباذن الله بعد المباراة على طول كده هنطلع لايف على الفيس. فلو انت مش موجود على الصفحة بتاعتي على الفيس وبتتفرج دلوقتي من على اليوتيوب هتلاقيها موجودة في الوصف تحت، خش واعمل فولو كده. ولو بتشوف الحلقة على الفيسبوك اعمل فولو دلوقتي للصفحة واستناني بعد المباراة على طول نطلع لايف نتكلم مع بعض كده لايف لأول مرة. وما تنساش بقى تخبط لايك للفيديو وشير على قد ما تقدر، اشترك في القناة وفعل الجرس. خلاص داخلين على 50,000 ويلا بينا. كور العالية القاضي يا مونكون، شرط الجول الجول، القاضي يا مونكون، القاضي يا خلاص. طيارة النادي الاهلي طارت ولعيبة النادي الاهلي والبعثة وصلوا لتونس كده، وبإذن الله بداية البطولة 11 للنادي الاهلي هتبدأ من تونس ان شاء الله. المباراة الاولى في دور الـ 32 ما بنلعبش 64، احنا بنبدأ من الـ 32 على طول. اتكلمنا عن الاتحاد المنستيري قلنا في الحلقة اللي فاتت، واتكلمنا عن كل تفاصيلهم وقد ايه فريق قوي وفريق ما يستهنش بيه ابدا، ولازم النادي الاهلي يركز جدا في المباراة. هنتكلم بقى في حلقة النهاردة عن كل ما يخص النادي الاهلي. هنبدأ الاول باللعيبة اللي خرجت من القايمة كده واسباب خروجها من القايمة ليه. عندنا قايمة غيابات كالعادة من اول الموسم. مدرب النادي الاهلي الجديد كولر خلاص حدد القايمة بتاعته كده وخرج ناس كتير من القايمة. تعال نبص مين هما. الاول الناس اللي خرجت فني كده ما عندهمش ولا اصابة، ما عندهمش اي حاجة، كولر اللي قرر يخرجهم من القايمة. اولهم مصطفى سعد ميسي، صفقة النادي الاهلي الجديدة اللي استغربت بصراحة، توقعت وجوده في القايمة لكن بيخرج من القايمة تماما في مباراة الذهاب، مش هيكون موجود، وارد في مباراة العودة يكون موجود كده. كمان في خط الدفاع مغربي لاعب النادي الاهلي اللي رجع من الاعارة، لاعب مهم جدا لكن لسه ما دخلش مع الفريق كده. كمان كريم فؤاد مش موجود، وعندك محمد اشرف في الباك الشمال برضو مش موجود كده. هتدخلي كمان على نص الملعب في محمد محمود وفي زياد طارق، ست لعيبة خرجوا فني من قايمة النادي الاهلي، يعني جاهزين 100% وكان ممكن يدخلوا القايمة لكن كولر ما اختارهمش للمباراة دي. تخشلي بقى بعديها على الاصابات، موجود بيرسي تاو مصاب ولسه مش جاهز 100%، هيلحق مباراة العودة اكيد لكن مباراة الذهاب مش جاهز ليها. كمان محمد فخري برضو لسه مش جاهز، وعمار حمدي طبعا لسه في الاصابة. ثلاث لعيبة مصابين في النادي الاهلي مش موجودين، كمان في اتنين لعيبة مش مقيدين في قائمة افريقيا اصلا لحد دلوقتي، وهم محمود كهربا وصلاح محسن اللي في قائمة الانتظار. كهربا طبعا هيتأيد من الدور اللي بعد ده بعد ما النادي الاهلي يخلص قصة الغرامة مع الزمالك، لكن الاتنين في مباراة الذهاب ومباراة العودة مش هيكونوا موجودين، مش مقيدين اصلا. وكمان رامي ربيعة اللي كان واخد كارت احمر في اخر مباراة افريقية موقوف المباراة دي، برضو مش هيبقى موجود. لستة غيابات كده من النادي الاهلي، ستة خارجين فني وتلاتة بسبب الاصابة واتنين مش موجودين في القايمة وواحد للايقاف، يعني 11 لاعب كامل كده من النادي الاهلي مش موجودين في القايمة، لكن قايمة النادي الاهلي بصراحة قوية وتسد. لما نيجي نتكلم على القايمة هنتكلم عن ثلاث حراس مرمى، محمد الشناوي، مصطفى شوبير، علي لطفي، كلهم جاهزين للمباراة. هتتكلم كمان عن باك شمال واحد بس، علي معلول. النادي الاهلي كان محتاج يجيب باك شمال تاني يكون بديل لمعلول كده لكن ما حصلش، ومحمد اشرف بره القايمة. موجود طبعا ايمن اشرف اللي بيلعب باك شمال لكن بيلعب مساك كمان، بيحللك في دي وفي دي. علي معلول هو اللي موجود، وموجود ايمن اشرف كمساك وجنبيه ثلاث مساكين تانيين، موجود جنبيه متولي وموجود جنبيه محمد عبد المنعم.
المنعم وكمان ياسر ابراهيم الباكي يمين، بيرجع اكرم توفيق. الحمد لله يا جماعه اسد النادي الاهلي للقايمه، واكيد هيبدا من اول المباراه ومعاه محمد هاني كمان. تدخل لي بقى على نص الملعب كده، نص الملعب موجود فيه طبعا عمرو السولية، حمدي فتحي، اليو ديانج موجود معاهم كمان، احمد نبيل كوكا ورأفت خليل. خمس لعيبه في نص الملعب منهم الثلاثي الذهبي للنادي الاهلي، عمرو السولية وديانج وحمدي فتحي طبعا، اللي الثلاثه لما بيكونوا في مستواهم هم الافضل في افريقيا اكيد. قدامهم طبعا محمد مجدي قفشه موجود في صناعه اللعب، وعندك بقى اربع وينجات. صفقه النادي الاهلي برونو سافيو موجوده خلاص في القايمه، واول مباراه رسميه ليه واتوقع بدايته من اول المباراه. كمان حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، والحريف احمد عبد القادر. وفي خط الهجوم بقى عندك ثلاث لعيبه كده، شادي حسين، حسام حسن، ومحمد شريف. ده سكواد النادي الاهلي شايفها قايمه قويه، وباذن الله لازم كولر يكون عينيه على الفوز هناك، نروح ناخد الفوز على طول، ما نبصش ان احنا نتعادل بره ونرجع ان احنا نحاول نكسب هنا على ارضنا، لا نكسب من بره على طول، وتكون بدايه قويه جدا للنادي الاهلي كده. وجرس انذار شديد اللهجه لكل الفرق كده ان المارد الاحمر جاي ياخد البطوله ال11، احنا ما بنكتفيش وما بنشبعش من البطولات. تعال نتكلم بقى عن التشكيل الافضل للنادي الاهلي، مين احسن 11 يبداوا، وقول لي احسن 11 من وجهه نظرك انت في الكومنتات، لو مختلف معايا قول لي لا اللاعب ده ما يبداش يقعد على الدكه. انا شايف ان نلعب 4-2-3-1، الشناوي في حراسه المرمى، اكرم وعلي معلول ما عليهمش اي خلافات، 2 سرد باكات طبعا عبد المنعم، وجنبيه يبقى ياسر ابراهيم، 2 في نص الملعب ديانج وعمرو السولية، قدامهم 3 محمد مجدي قفشه في النص، على يمينه كده طاهر محمد طاهر، وعلى الشمال برونو سافيو، ومهاجم وحيد شادي حسين، وممكن نغير طاهر كده ونحط احمد عبد القادر حسب بقى دماغ كولر، عايز يبدا بعبد القادر ولا بطاهر، لكن اتوقع طاهر هو اللي هيبدا، مع اني بفضل احمد عبد القادر للمهاره الفرديه اللي بتبقى موجوده عنده، لكن لعيب مزاجنجي شويه، فواحد من الاثنين هو ده المركز اللي عندي خلاف عليه. قولوا لي رايكم في الكومنتات، طاهر يبدا احسن ولا احمد عبد القادر اللي يبدا احسن، وتشكيلك في الكومنتات ايه، وتوقعك لنتيجه المباراه بين الاهلي وبين اتحاد المنستيري. مباراه صعبه جدا جدا جدا، مباراه نهائي مبكر كده، تخيلوا ان دور المجموعات هيبقى اسهل بكتير قوي من المباراه دي، يعني مباراه دور ال 32 اصعب بكتير من المباريات اللي هتكون موجوده في دور المجموعات، فان شاء الله نعدي منها وتكون البطوله ال11 زي ما بنقول. اخبط بقى لايك للفيديو، وما تنساش اشتراكك في قناه اليوتيوب وفولو كده لصفحه الفيس اللي هنطلع عليها لايف على طول بعد المباراه مباشره. سلام. تعال نبص بصة كده على الدوري بتاعهم كان عامل ازاي. ست فرق في تونس كده كان معمول بينهم دوري صغير كده، اقوى ست فرق موجودين في تونس. الست فرق دول هم الترجي التونسي اللي خد البطولة كده وهو حامل اللقب، وطبعا الاتحاد المنستيري اللي خد مركز تاني بعد الترجي على طول، وفرق بينه وبين الترجي نقطتين بس في اخر مباراة كده، كان ممكن جدا يتوج بالبطولة. في المركز الثالث الصفاقسي التونسي، بعد كده الافريقي، وفي المركز الخامس النجم الساحلي، وفي المركز السادس والاخير اتحاد بن قردان. دول كده الست فرق التوانسة اللي كانوا بيلعبوا مع بعض دوري مصغر كده من 10 ماتشات لكل فريق. خلينا نركز على الاتحاد المنستيري، هو ده اللي يهمنا وهو ده اللي يخصنا دلوقتي. لعب 10 ماتشات، قدر في ال10 دول يكسب 6 منهم قدام الفرق القويه دي، ويتعادل ماتشين ويخسر ماتشين كده. الست ماتشات اللي كسبهم قدر يكسب اتحاد قردان مباراه وتعادل معاهم المباراه الثانيه، ومع العمالقه بقى عمل ايه، قدر يكسب النجم الساحلي ذهابا ياما يا جماعه، خدهم رايح جاي كده الماتشين، كسبهم 2-0 وكسبهم 4-2. قدر يكسب كمان الترجي التونسي في مباراه قويه جدا بينهم وكسبهم 3-2 كده، وكسب كمان الافريقي التونسي 1-0، وقدر يكسب الصفاقسي التونسي بنفس النتيجه 1-0، وتعادل معاهم في العوده 2-2 عشان ما يخسرش من الصفاقسي خالص وما يخسرش من النجم خالص، وياخد النجم رايح جاي. وطبعا اتحاد قردان ما خسرش برده منه، كسبهم في مباراه وتعادل معاهم في الثانيه، خسر من الترجي مره وكسب الترجي كمان، وخسر من الافريقي وكسبه برده كده، يعني نتائجه قويه جدا، وفنش الدوري في المركز الثاني في مفاجاه كبيره جدا، لكن كانوا يستاهلوها.